على المرأة عدم دخول الكنيسة بمكياج، ويجب أن تضع إشارب على رأسها من على باب الكنيسة. إحنا ممكن نخلي في كل كنيسة مجموعة إشاربات للي بيتناولوا، بحيث إن مفيش واحدة بتتناول إلا ومديها إشارب وما تخشش للمناولة برأسها مكشوف. وكما نطلب من النساء إنهم يكونوا مدققين من جهة الزينة على حسب تعليم الكتاب، ما نخليش المسائل تأتي بالإجبار، إنما نعلم الناس إنهم يهتموا بالروحيات، فهيسيبوا الحاجات الزايدة لوحديهم، لكن ما نقدرش نجيبها بالأمر، وإلا الكنيسة هيبقى كل شغلها سلطان سلطان سلطان، والناس هيزهقوا ويتعبوا من الكنيسة. واجبنا أن نعلم وأن نوجه وأن نشرح، ولكن ليس عملنا أن نرغم، لأن كل حاجة بتيجي بالإرغام بتبقى منفرة منفرة. ومش معقول هنوقف شماس على باب الكنيسة يبص في وجه كل مرأة ويقول لها انت متمكيجة وانت مش متمكيجة، مش معقول، وانت تتفضلي تمشي. طب ده اكثر الناس مهارة، اكثر النساء مهارة في المكياج المرأة اللي تقدر تعمل مكياج من غير ما يبان، يعني توضب نفسها بحيث ان جلدها يمتص المادة بتاعت المكياج وما يبانش ملطخ من بره. ودي بقى اللي بتكون فنانة في الموضوع ومحدش يقدر يلاحظها. يعني لو واحد قال لها انت حاطه مكياج تقول له فت عينك كويس، ده طبيعي. لكن بقى اللي بتكون ملخبطه في الموضوع ده، دي جديده في الكار، خلوا الحكايه تيجي من القلب. واحد بيقول قرات في الرساله الى العبرانيين عن الملائكه، أليس جميعهم أرواحا مرسلة للخدمة؟ ونحن نعرف أن السيد المسيح هو كلمة الله وروح الله، الروح القدس يحل عليك، فهل روح المسيح هو مثل روح الملائكة؟ نحن نعرف أن المسيح كلمة الله، أما روح الله فهو الروح القدس، الأقنوم الثالث. الملائكة أرواح، لكن طبيعتهم كأرواح غير طبيعة الروح القدس كأقنوم، غير طبيعة روح الإنسان. يعني عندنا روح الإنسان لها طبيعة معينة، روح الملائكة لها طبيعة أخرى، الروح القدس طبيعة إلهية غير محدود. له جوهر اللاهوت وطبيعته. طبعا دي تختلف عن الملائكة، لأن الملائكة مخلوقات مع أنهم أرواح خادمة. يعني ما تاخدش كل كلمة روح وتطبقها كده على غيرها بلا تمييز، تميز روح الإنسان عن روح الملاك عن روح الله.